حنا جينا لهاد الصالون تاع اول صالون ماروكان. تبارك الله هادشي زين، تبارك الله هادشي زين. كاين هذا في بيير فيت سور سين، دونك غادي نبدا من اللي عجبتني. واحد هذا تا هو غزال، هذا شوف انا اول مره ندخل هنايا، وانا 20 عام وانا ساكنه في بيير فيت. صراحه عندهم حوايج غزالين غزالين غزالين. غادي نوريكم واحد واحد الصالون كوان هو اللي انا فلاشيت عليه. هذا هو الطابلة ديالو، خصني نجي من هنا باسكو الشعر سي انكرويابل. هذا كولور شامبان، دونك سي كومبيان لو بخي 200؟ نو يا با دو بخي، فو دوموندي البخي او فوندور، مي فرانشمون ايلي بو. بون هادي جولة خفيفة ان شاء الله، باسكو حنا دخلنا زربانين. المرة الجاية نجي بالاثمنة نعطيكم لي صالون اللي عندهم. شوفوا هذا ثاني بلدي زوين، شوفوا هذا موديل اخر، هذا موديل غزال. شوفوا شوفوا النقشة اللي دايرين هنايا، هذا كيدير صالون فوالا دو بونكيت بلس دو اكودوار بلس ان كوفر بلس اون تابل دو ماتلا دو كيت بخي ابوزي كات كوسان. بون راكم كتشوفو 1390 قولو 1400 فوالا مليون ونص كيما تنقولو بالدرهم ديالنا. هاد هاد الصالون كومبلي ها هو، شفتو غزال. بون طلامط اللي ما عجبكمش تقدروا تبدلوهم، مي هاد الموديل هذا انا عجبني فرانشمون، كلاس كلاس. المهم حنا دخلنا غير على غفله، وقلت علاش لا ما نبارطاجيش معكم هاد الصالونات. هادو كاين في بيير فيت سور سان، هاد المغازا راهم دايرين شويه تخفيضات. هذا فوندو كما كتشوفوا، هذا فوندو او باردو. شوف هذا ثاني في البيض، عيطت عليه هي طايت هبط واحد لي با دو بروبليم. هنا شوفوا الماطلة راهم صحاح تبارك الله. شوفوا هاد الملاكي هذا ثاني، شوفوا هاد الملاكي ثاني، شوفوا هذا بالطاولة ديالو سامبل. شوفوا صالونات غزالين تبارك الله. كاين هذا ثاني تاهو في البيض، انا تيعجبني تيحمقني البيض، لان البيض تقدري تدخلي معاه كاع الالوان اللي عندك، تقدري تبدلي معاك اي ديكور لا في الحيط، يكون الحيط بيض والموبل ان بو بيض، كتقدري تدخلي عليه كاع ديكورات الالوان كاع في الديكورات كيجي غزال. فوالا شوفوا هذا ثاني، هذا ثاني كيفاش داير. شوفوا هذا ثاني اللي تيعجبو هذا الستيل، هذا اللي تيعجبو هذا الستيل. انا اللي حمقني وهو اللي داخل في الباب،
شعلت الكورس ثاني ميم ستيل بحال هذاك اللي حداه ولكن النقشة مغايرة شوية. شوف هذا ثاني نتاوى كولور شامبان مودرن شو الزواقات اللي عندهم ديال الطلامط والمخد. هذه مخدة وهذا تاع التلميط يا وهذا Alors voilà l'adresse, les Brigitte Anton. Voilà, Déco du Monde, Salon Marocain, Meubles Laiterie. Voilà, parking. Payé en 4 fois ou 10 fois. Et voilà, il y a l'adresse. ديروا عليها سكرين الا بغيتو. صراحه انا راه غير دخلت على غفله، دخلت انا وصاحبتي حيت غادي ترحل ومكومونديها من عندهم ستادر. دخلت عجبني داكشي قلت نفيلمي ونوريكم بارطاجي معكم الا كان شي حد تيقلب على شي صالون ولا شي حاجه. فوالا وهذه كان فيديو خفيف ظريف ان شاء الله، وكنتمنى يعجبكم وكنتمنى ديروا جميل عجبكم. وإلى اللقاء في فيديو مقبل إن شاء الله.